يواصل تحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي توزيع مواد غذائية على قرى محافظة الأسكندرية، كما يقوم التحالف بإقامة معرض للملابس بأسعار رمزية من أجل تأمين حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية في كل من محافظات الجمهورية. محطات جديدة يصلها قطار التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الذي يستمر في توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني وحشدها وتكامل أدوارها من أجل تأمين حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية في كل محافظات الجمهورية. جيت جمعية رسالة اتطوع هنا لأن ده شباب بيحب الخير، وإن احنا بنعمل خير نؤجر عليه طبعا يوم القيامة، واهلنا هنا طبعا بيكونوا محتاجين ده من اقل حاجه يعني نقدر ان احنا نقدمها لهم، خصوصا بعد الظروف اللي احنا فيها ديت. فاحنا بنوزع شنط رمضان، بنوزع بنعمل اكل جاهز بنوزعه لهم، بنوزع شنط تعبئه سكر وزيت وحاجات كتير من المنتجات يعني ان احنا بنحاول ان احنا نقدمها لهم، وبيكون في ملابس كمان بان احنا ممكن نقدر نقدمها لهم، ممكن كمان بنوفر لهم الاجهزه الكهربائيه اللي هم محتاجين كده. نازلين في قريه زي الروده والمنشيه، نازلين كذا نشاط منهم نشاط تعبئه وتوزيع مواد غذائيه على الاسر المستحقه، بيتم فيها تعبئه المواد الغذائيه زي الرز والمكرونه والعدس والسكر وصلصه وشويه مواد غذائيه بيحتاجها يعني الاسر. نشاط تاني زي توزيع الاجهزه العينيه، بنوزع فيها اجهزه زي سراير مراتب بوتاجازات غسالات على برضو اسر مستحقه. ففي قرى محافظه الاسكندريه قامت احدى الجمعيات الخيريه التابعه للتحالف الوطني بتوزيع مواد غذائيه وافتتاح معرض للملابس بأسعار رمزية. التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يقوم كذلك بزيارة السيدات المسنات في منازلهن وتلبية احتياجاتهن من أدوية وطعام وغيرها، وعمل ورش رسم للأطفال لتعليمهم كيفية استخدام الألوان في رسوماتهم حتى يقضوا أوقاتا ممتعة ولإدخال البهجة والسرور عليهم. هذا ويواصل التحالف الوطني تنفيذ مبادراته المتنوعة من خلال استهداف المناطق الأكثر احتياجا.